السلام عليكم يا أحلى مشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، يديكم الصحة والعافية. اليوم عايزين نعمل كيكة البرتقال، خليكم معي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندي هنا برتقالة منبشرة، وهنا معي 4 بيضات، وهنا معانا قشرة البرتقالة بنخلطها مع البيض عشان بتكون ريحتها جميلة. وهنا معانا السكر 1 كوباية إلا ربع، السكر حسب ما انتوا بتحبوا يعني. وهنا معانا 1 كوباية بتاعت حليب نضعه، هنا معاي 1 كوباية إلا ربع سمنة و1 كوباية إلا ربع زيت. وهنا معانا الفانيلا 2 معالق صغيرة بتاعت شاي. وهنا معاي 2 معلقة شاي بيكنج بودر. بنيجي ندع الدقيق بتاعنا، الدقيق انا اصلا وضعت فيه 2 معلقة شاي بتاعت بيكنج بودر ومعاه ذرة ملح، ونجي نحط الخليط ده شوية شوية، ما بنكبه مرة واحدة عشان ما يكلكع معانا. اهو بسم الله ما شاء الله، السفرة بتاعتنا جاهزة، اتفضلوا معي حبايبي، والله من غيركم ما حلوة. وشكرا على التعليقات الحلوة اللي بتكتبوها لي الجميلة، ان شاء الله ربنا يديكم العافية يا رب ويخليكم لي حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد، باي.